السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. يا سحاول أسوي زوم شي حقيقة لي وهي شي قريب ويظهر وهي أطالعكم، ما طاع يطلع صح الحين. صح الحين إذا بتأكد شي أبغى رئيس أطالع التليفون، وإذا بطالع شي ذاك ما أقدر أعرف هل إن الوجه سيده مبعدل محتاس. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. والله يبارك لكم في حياتكم، في أولادكم وذريتكم ورزقكم وحلالكم، ويرحم موتانا موتاكم موتى المسلمين. ماتت خطف يوم ما ترحمت على روحه، ماتت خطف يوم ما ترحمت على روحه، يا له الجنة، يا مال الجنة الباردة بريحة حياة محمد ولدي الله يغفله. سبحان الله، حاطنها معالي التسريحة كل يوم تغفر عليه صبح ومساء، إن الله يغفله ويرحمه ويجمعني إن شاء الله وياه يا رب العالمين، وياه ويا المسلمين ويا أمهاتنا وأبهاتنا وكل من نحب نودي يا رب العالمين. مرحبا بمحمد بن خالد، مرحبا مرحبا بنظر العين في الديت شبدك أنا يا حبيبي أنت، يا ربي كم في ولا حليك طالع. ما الله يريد شيء إرادة الله سبحانه وتعالى، الله يبلغني في معرس. ما الله خلاه، ما الله خلاه سبحانه وتعالى، سبحانك يا رب. الله سبحانه وتعالى له حكمة في كل شيء، الله يجمعنا فيه وفي أبهاتنا وأمهاتنا، ويجمعكم إن شاء الله في أحبابكم وكل ما تحبون تودون. يقولون النسيان، أبوي ما حد ينسى الليلة، حد ينسى الليلة، حد ينسى عيونه ونظر عينه واللي رباه واللي ربا وياه واللي انتشى وياه واللي استوينا وياهم، من يرم ينساهم ما ينسون. لكن ما نملك، كان ولد ولا أخت ولا أخو ولا عمه ولا صاحب ولا صديق، كلن يترك أثر، كلن يترك أثر في القلب. يقر حد من حد دون حد يكون أثره شوية قوي، مثل الأخت والأخو والأم واللبو والزوج والبنت، هاي لهم الفراق يكون صعب، فيطرون عليك دائما يا الإنسان. كان ما تملك إلا أنك أنت تتغفر لهم وتترحم على أرواحهم وتدعي وتصدق عنهم، والدنيا مترجة. هاي يوم يقول الدنيا راكبها محول، لو دامت لغيرك لما وصلت إليك. هاي الدنيا وهاي الناصب والدنيا والرزق والحلال والدنيا هاي كلها ما تدوم لحد، ما يدوم إلا العمل الصالح والسمعة الطيبة والطيب والكرم واليود والأخلاق العدلة والعلاقة الزينة والكلمة الطيبة، هذه اللي تدوم، وهذا هو اللي يخلد من عقبك. فعلك الطيب، فعلك الطيب وسمعك الطيب وصيتك، هذا هو اللي يدوم. الله يغفر إن شاء الله موتانا موتى المسلمين يا رب العالمين. لكن واحد مهما كان ترى قلب وشعور، ولازم الآدم يطري عليه أخته وتطري عليه، يطري عليه أخوه وأمه وأبوه وصاحب والصديق والأخو، ليه ربا وياك وليه استوى وياك وليه تياورت وياه وليه شفته، كل يطري. وهاي مثل أسطوانة الدور في بالك الإنسان، ما تملك إلا أنك تتغفر وتترحم على أرواحهم. السلام عليكم، كيف الحال؟ مبارك نعيدكم. يلا يلا، how are you؟ ها كيف الحال؟ يا حافظ على فقاع، يا حافظ على فقاع، يا سلام سلم. جنيهات جنيهات جنيهات، اي عليكم السلام، حال بخير. يلا انطلق اللسان الاول، ما في كلام، هيقبض المعاش ابوي، طرشوا له معاشه ابوي، معازيبه، طرشوا له معاشه، معازيبه، طرشوا له معاشه. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يا يمين يا سلام، يا يمين يمين ولا بن يمين؟ يمين يمين. ها ها شوي شوي عاد على عمرك، حافظ الله على يمين وعلى خدمة يمين، ما شاء الله عليك يا يمين، بارك الله فيك. يلا يلا يلا، صب الثاني صب الثاني، لازم يقصر على الضوء. أيوة يا سعد حظك يا معزبة، يا سعد حظك يا معزبة، ظهر بي ختم 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 التومينة، خلاص حينه
رقم واحد متخرج، متخرج وفنان درسعي واحد والله، يدفع بصدر محمل من عرضه. هب 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 مزند بعد. ما شاء الله ما شاء الله عليك. روح روح انت، روح روح. ايش هالحسانة بتسوي شعر؟ قبل كم فلوس؟ 5000. ايه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. Thank you. Welcome. كم يريد تيم هذا؟ هذا يلا يلا اشتغل عادي. سوي شغل سوي شغل يلا. ابوي الفقاع لا يتحرى ابويك عقل فقاع وبس خلاص. لا لازم اللي يد ها الخوض هذا المخاوض هو اللي يخلي الفقاع يغدي شرات اليمر حمر، ما مصوجع طرف ابيض وطرف حمر وطرف عين ريج. لا تغدي بوي قطع وحده. آه. كل شيء كله يبى خوض يبى تجلي ويبى عبال ويبى شغله. هبل ابوي من الباب المحراب. لا شغله طويله عريضه. شكرا. تعال 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 قلناك بيخترب هالفيفاي بيخترب. تعال قطعه ها بيخترب الحين بس عليه. ها ذاهب هذا. ايوه شوي شوي شي باقي. ايه كل قطعهن هاي اللي فيهن تصوجيع صفراء. وين هاقصها عسب ما يخترب. ايوه فيه قص فيه قص 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 هاي وهاي اللي تحت اللي فوقها شويه. ايه قصها وهاي بعد. لا لا اللي فوقها. ايوه وهاي العوده العوده. ايوه هاي بارك الله فيك. شوي شوي هاي صغيرونه ها بعد صغيرونه. ايه شوي شوي لا تستعيل. واللي من هاي الطرف هاي للطرف هذه هاي. ايوه قصها يلا خل يلا الباجي يلا فوقه فوقه ماشي. دق الحديد وهو حامي. عدوك يا شامبي ها ها بيختار بن وبعك ما قطعت انت انت. الله اكبر الله اكبر انت. هذا يجي تمام. تمام ها كله شوف هذا ما شاء الله عليهم. ايه تمام تمام زي الله رامنا. قطع ها كله اللي بالغ لا تخلي شيء. بعدها خيبه احط وحده على راسه. ايه هات الثنتين. تعرفون ليش نقص هو عاده بدون سكين لكن اخير بسكين ادق لانك نحس انت تحس. ايه قصها 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 لا تشاور. ايوه بس خلاص ما فيها شيء بس الله وايد فيها البارك. احنا نتريهن كذا ان شاء الله. هذا خامس العيد خامس العيد يتجسم. ما حد بياكل ما ياكل ما حد بياكل. خامس العيد سادس العيد يتجسم هذا ان شاء الله. جد خملنا هالنمونه قبل اسبوع اظني كم من حبه خمسة حبات ان شاء الله هن يكون انتقل. طالع لهن حد يعمل عمره بيع مساميح فالتنا من بيتنا الحمد لله رب العالمين. تاج السنة عن تاج السنة بعد بعد يباله أظني شهرين شهرين أظني يباله عن تاج السنة. بنات السنة كلهن باكير هاي الأكل تو قصينا منهم بنات العام. يوم أقول لكم ينتهي عمرهن الافتراضي كل من سهرن فوق كل من يضعف الثم. يا الله يا الله يلمنته يلمن هتش انت شوي 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 شوي. منو يروقك الحين؟ هاي العودة العودة. أيوة العمر الافتراضي الفيفاي سنة سنة ونص حولين أكثر عن حولين خلاص يضعف الإنتاج. لازم ها شو حين يخطف عليها وقت ما
ما تزهر. والسبب شو؟ الحرورة، ترى الحرورة تخلي الفيفاي ما يزهر فقير. جام ما شاء الله كبير تبارك الرحمن. أوزان ها تعال تعال قص، هاي هاي وحدة وهاي وحدة. أوزان ما شاء الله، أوزان ما فوق الاثنين كيلو، أوزان ما فوق الاثنين كيلو والثلاثة كيلو بعد ما شاء الله، تبع حول أربعة كيلو هاي حين وزنها ما شاء الله. اللهم صلي على سيدنا محمد ما شاء الله تبارك الله. هي لا سر داخل عند عند لا 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 تروم تقصها، تروم تقصها. أيوة شوي شوي تستعيل. هي 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 متشر السكين داخل بتقصها، لا تحيس انحس انت طاحت الثاني خدتها لفوق وهي مبالغة. هي أيوة 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 آها أستاذ أستاذ. هي نحاسة انقصت هي وخدتها وهاي بعدها. هي هي قصها قص هاي هاي المكينة تحيدونها انتو، تحيدون هالمكينة. هاي نحن أول بادي نظهر العظام من الهريس بالملاس العود ونرتب المكينة. هاي العودة هذه، هاي المكينة العام شد عطانا إياها خالد أبو محمد من الشارجة، خالد حرية جزاها الله خير، هدية عظم إياها. انزين المكينة اللي جاي عليها المضرابة، هاي المكينة الجهاز ضعيفة، من جرد ما أول يوم شغلناها احترقت المكينة. فلذلك بدلنا نحن المكينة هاي، وداها هذا 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 وداها وداها مصفح، وبدل أبوي المكينة هاي كامل. مكينة هاي كم حصان هذه؟ 2200 درهم. ما بيزات 2200، لا المكينة كم حصان هذا؟ باور الأولية هاي 3 فيس، الأولية كانت نص فيس. نص أول كم هو ممكن أيجي؟ أول ممكن زيادة 25. 25 بعد إيه. 25 أمبير، ما فيها باور أبدا. 500 باور الحين، 2000 باور الحين، 2000 باور الأول 500. الأولية أول ما حطيناها سيد احترقت في نفس اللحظة، دخاخين عكورت الدنيا وصب آيلها داخل الهريس وعقينا الهريس هاك اليوم. مش أبوي هذا اللي تشوفونه وداها الصناعية في خلال 3 أيام، ويركبوا عليها المكينة هاي بألفين وكم؟ 2200. ولا هذا كل الترتيب من عند خالد جزاه الله خير، خالد حرية هو عاطلنا هاي كلها. نحن بدلنا بس ال... ها؟ جير ومكينة سوا خلاص. ايه جير ومكينة، هذا جير وهذا في مكينة. زين شكرا جزيلا. الحين نحن نضربها ساعة 45 دقيقة. طب ابوي تتودى خلي ينظفون كان شيء عظم ولا شياته. زين نشوا خلاف ودوها هناك وضربوها. احب اخبركم عن الطريقة ما قبل الاخيرة، كل 5 دقائق تتبند ينشل اللحم في المكينة تحت، ترى شيء مكينة تحت هاي الريشة مالتها ينشب اللحم. انا بخبركم طريقة حينة بندوها شلوا الحين هاي الهندل مالها. يلا بسرعة عادها لازم كان شيء لحم قطعوا هاستنلستين ورشوا رقم واحد ها، عشان شيء لحم قطعوه مرة ثانية وردوه في الهريسة. لحمة عيل بيضة ها، اللي يقول والله حد من العب لحمتنا تغدي هريستنا السودة، أبوي تغدي الهريسة السودة، ما من عابط الثيران، ما من البقر، من عابط الثيران يلقى من البقر يتشابه، هذا وصل عند هالعمان. ما من عابط ما من البقر، من عابط الثيران يوم قام البقر يتشابه. شو معناهم؟ معناهم يوم تتشابه البقر ان الثيران ما فيها خير، فالهريسة ما تطيب الا باللحم الطيبة، لحمة العيل. ما يقولون والله حق الهريس، لا حق الهريس ابوي يتنقون اخير لحمة، اخير لحمة يتنقون حق الهريس، لان بتاكله انت ما بتحطها نفيعة ولا بتعقه في الزمان، بتاكله انت بتاكل من هالمسلمين وتدور الاجر، دور الأجر سو شيء فيه خير. فلذاك تغدي هريسة بيضة شرات لشحمة حينها يلدوها ودين ردوا مرة ثانية ركبوا الريشة مرة ثانية. مشكور يا خالد، هاي المكينة من عند خالد جزاها الله خير، والله ما طاع ياخذ عنها حتى بيزة جزاها الله خير. ما تشوف ردوا المكينة مرة ثانية الريشة مالتها. أيوة يلا شغل شغل
تراب تازم عين ابوي على الهريسة عظم طايح صغيروني ولا شياته شيء مخمل عظم شلوه عصبة ما يشلونها ما يخلونها هاي الحمى خلها خلت الدار من عدوان الله يا الله خسرنتي انت خلافنا شو اللحم لازم اللحم زيادة لازم اللحم نحن أبدأ نحط بوي اللحم قياس الحب اللحم قياس الحب اللحم كان الحب 20 كيلو اللحم أبوي 20 كيلو لازم هالنمولة كان تبقى شيء زين ولا أنك خليت لحم ريج غدت ما تتشاهد وخليت تحريج بعد غدت ما تتشاهد الحين بعد نص ساعة شنو الجدر حطوه هناك جابلوا علينا فرين هلا ما شاء الله عليهم العتاوي هاي ويجي لدون جابلوا عليها وضربوها مثل ما تشوفون دقيقة دقيقتين خمس بس تقاودت غرفوا شكرا جزيلا thank you everybody بالنسبة لزراعة الفيفاي وزراعة وطريقة العناية فيه ومتى يزرع ومتى يسقى ومتى ينسمد ومتى في أي وقت ينبذر من وين البذر هذا كله موجود أنا ما بقدر أجاوب على كل سؤال إيه لأن في الدقيقة تي آلاف الأسئلة استحالة أني أقدر أجاوب هالعالم كلها فلذلك بارك الله فيكم أي شيء يتعلق في الطبخ في النفط في السفر في عن حياتي هاللي مضت كلها موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام لكن القصص كاملة موجودة على اليوتيوب كاملة من يوم ما تأسس الانستغرام ومن يوم ما تأسس السناب شات وأنا منزل كل القصص سفرات حتى مالات سكوتلند مالات نيوزيلند إيطاليا ألمانيا ميونخ طحنة الزمان أمريكا نيويورك لندن كل البلدان مكة شرف الله المدينة المكرمة شرف الله كلهن كل هالبلادين اللي أنا زرتهن ومصر وشرق وغرب الطبخ والنفخ والحفر والثمار وطريقة تهيئة التربة قبل الزراعة وما بعد الزراعة ووقت الزراعة ووقت البذر وكل هذا موجود على قناتي على اليوتيوب فلذلك أي سؤال يخص الزراعة كل بتلقطونه موجود على اليوتيوب ومكتوبة الأسامي والعناوين بالوقت والزمان والمكان كل موجود فلذلك إذا أني برد على الأسئلة يبالي بوي دهر ففي حد من الجماعة يقول لي أبو محمد نحن نسألك أنت ما ترد ما أقدر أرد كيف بقدر أرد على 10,000 سؤال في الدقيقة يوصلت في الدقيقة يوصل 10,000 سؤال هل أنا باستطاعتي أجاوب وأشرح يعني يبالي 100 ساعة في الساعة الوحدة ما رح أقدر للأسف فلذلك كل الأسئلة مجاوب عليها مسبقا على اليوتيوب على الانستغرام لكن الأكثر على الانستغرام استغفر الله قصدي الأكثر على اليوتيوب شرح كامل تلقطون كل حلقة ساعتين ساعة ونص ساعتين ساعة ونص ما فيه شيء مختصر صغير في قصة يوم كامل من ضمن اليوم الكامل هذا أي يدخل في وقت زراعة اللوز وقت تحضير النخل وقت التنبيت وقت النبات وقت الإيداد وقت التكريب وقت التكوريب وقت خف الزور هذا كله موجود كله موجود على قناة اليوتيوب ومعنون ومعنون يعني ما في شيء محطوط شيء ارتجالي لا كله معنون لكن ضمن يوميات ما في شيء خاص حق الموضوع هذا هذه الله يحفظكم طريقة من تبشر الهنباه تبشر بهالطريقة يسوون على ما تشوفون هذا ها شمروخ كامل ها هذه خلوه خلاص يوع الهنبة كامل ما خلوا ولا وحدة صبري هني هني بنحطه هني كله يقطعونها ما يخلون ولا وحدة قطعوه كامل شماريخ شماريخ ما يخلون ولا واحد وانت سايق ما تخلي فيها ولا همبا خلاص هذا يسمونه وقت شو وقت الحصاد
هذا يسمونه وقت شو؟ وقت الحصاد. خلاص ما له خان الحين تبتدي عاد الهمبة روحها تهتم بعمرها وفي صحتها روحها. خلاص قالت اللي علي أديت حمال وحملت وربيت وكبرت ونضجت عليكم الحين انتوا الباجي. انتوا بوي الحين تعبلون من الهست كله. فكوني 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 من الصدع والديانة. فكوني من الصدع والديانة. قالت فكوني بالله عليكم فكوني، لا في على الصدع ولا في على الديانة، بس علي يوم اللي حمال حملت وربيت وما قصرت. قبضي. ايوه حفظكم طريقة انضاج الهمبة. طريقة انضاج الهمبة ابدوها. يلا عاد انت خلصي عادة. طريقة انضاج الهمبة. يبي من هال خلا خلاقين هاي لاكوين الفود الفود فهذا نعبي. يلا فرشي كم وحدة هاي. أيوة أيوة لحم أيوة. يلا بعد بعد ثانيات. أيوة يلا أيوة شو لحفوا هنوا كم طوط قميط كم طوط قميط لحفي بعد فين. أيوة يلا أيوة يلا شلي وديها ودي ستور ستور إيه. الستور ما يكون فيه مكيف ضروري. الله يحفظكم. مرور 8 أيام هذا الوضع اللي تشوفونه. تحيدون الهمبة اللي قطعناه مده. طالعوا شو غادي وهذا وها على ما تشوفونه تحراه مح بيض شمنه لأن غاز الأثولين الهمبة يوم يتقطع يوم توا بداية نضوجه توا بعد ينضى وتوا بعد يبلغ تقطع وتكمره في مكان في يونية ولا أي مكان شيء غاز يظهر من اسمه غاز الأثولين. غاز الأثولين هذا إذا تكمره في مكان واحد تنتشر ريحته وقوته وتسوي حلاوة في الهمبة. إذا تخليه فمه الهمبة غاز الأثولين ينتشر في البيت كامل فلذلك تلقط ريحة البيت كلها همبة. لكن إذا تكمره بهالطريقة بهالمنضج بهالطريقة يبلغ ويغدي أحلى وأحسن وتفتك من ذبابة الفاكهة وتفتك من أنه يغدي معفن من داخل. فلذلك هذا اللي تشوفونه هذا أمه وهذا أبوه وهذا الهمبة اللي قلته ما بيبلغ. وهذا أقول لك سعيد جبت اللي وصلتك عليه تيته؟ جبته سمن وهذا موجود كله بالدبة. سمن شو جايب؟ سمن فلان سمن أمي مو سمن. لا كنت بتقول سمن منو؟ لا ما أقول عادي يا أخي شكاوي. ليش؟ السالفة ما حد يشتكي عليك. والله ما حد يشتكي عليك. سمن خالدي جايب. جايب له حق تيته؟ إيه بالله عليك خليني أدوق سمن خالدي ماشي بعده سمن تيته. السلام عليكم. How are you؟ ها؟ كيف حالك؟ بعد بتشحن اليوم؟ عند الله علينا. اليوم خلاص بابا. بعدكم ما بتعرفون؟ بكرة في صوم ولا بعيد؟ لازم في صوم بكرة 30. إن شاء الله. إن شاء الله. أنا أشوف داخل المسجد هذا إسلامي كريم. كريم الإسلامي فيه موجود بكرة 30. بكرة 30. الله كريم. إحنا ما نعرف. بعد المغرب بيخبرونا. المغرب بيقولون. يوم حكومة يقول صوم صوم أيوة. حكومة يقول فطر فطر هذا احنا قانون مالنا مع حكومة أيوة وقت أرباب شيخ يقول صوم صوم ما في صوم ما في صوم بس هذا إيدي من السعودية كل واحد أمارات سعودية كل واحد ما في فرق بلاتك انت بعد ما بهين انت ما بطل وانا بعد ما شفتي الله الحين راوني بسم الله الرحمن الرحيم هالمقلب خيبة افتح افتح كم يوم قلنا لكم خملنا كم من حبة في باي بنطال أحينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أيوة كله ريدي ما في ريدي 100% هي لا بعد هي لا براي براي حين براي 3 أيام بعد خله 3 أيام بعد 3 يوم زين يلا بنت زين بنت زين هي لحظة لحظة سلام سلام ها صلاح بابا 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 بابا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاح من هل صلح الساعة مالك؟ ركب لها بي يقول لازم تأيي صلاح حقي يشبك تليفونك مع الساعة اللي طالبينها من نون. زين المغرب يوم عقب المغرب سيدي تعال بخليه يرتبها. هي حين موجود متبتي متى تريد انت متبتينا؟ شو تعلش لسانك هالكثر؟ تعلش لسانك وانت ترمس. متبتي الصلاة عقب الصلاة المغرب يعني؟ الظهر ولا متى؟ لا الأذان. انزين يلا ترياك. تعال افطر هون، تعال افطر هون. صح حلوه. تعال بنفطر عند خالد. صح حافيه صح. يلا تعال بستناك. لا صح حافيه صح. ما بتي تفطر عندنا صلاح؟ لا 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 ما يبي يفطر عندنا ان شاء الله. زين يلا برايك حبيبي. شو قال الحين صلاح شو يربى؟ لا على شوف خليني لازم بليز صلاح بليز خبر خدمة كشرة واحد. قول قول صلاح مرة واحدة. أيوة يلا. وين صرتوا صلاح؟ وين جيتوا؟ بديه شوية ده بس وين تعب بابا شوية بديه وكلام. زين ما عليه ماشي مشكلة هي بخير حبيبي. زين زين شو تغديتوا اليوم؟ هريس. هريس فطور بس ها؟ موجود حبيبي الحين الحين بيبونها داخل مكبي على البتري. هذا صلاح تسمع صلاح يسمعك وحط انك انا على الميكروويف على هذا يسمونه على السبيكر. هي صلاح سمع ايش يقول لك؟ كبتريا وين؟ وين الحديد؟ وين؟ يقول لك الساعة وين؟ الحديد وين الحديد؟ اي حديد؟ ساعة ساعة القاعدة حين حين بين ترياك ترياك. يلا أوكي. بطل أعطاك شيء صلاح هدية عيدية. شو عيل؟ أول شو أول 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 ليش يا ما تعطيها؟ بس لازم تعطيها حبيبي حرام تروح النار. الله كريم الله كريم. هذا موقعي. وحين شو بتسوي أنت؟ بتعدل هذا كله؟ ليش؟ يا صلاح حيلس أخ عليك أخ عليك يا صاح. السلام عليكم. عليكم السلام. صلاح هذا سعيد بن خالد صار السعودي يومين ويا صار عند يته. ليش؟ يلا بعد سعيدي السلام عليكم. كيف؟ أسمع صلاح يقول عيد 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 ترى صدق صلاح؟ والله ما دريت در بس ليلة خلاص كنت راقد. السلام عليكم. سعيد ابوي بكره. انت بخير؟ انت بخير ابوي. انا رقدت قفلت ختلتني ختل على الكرسي ما وعيت الا صلاح. صلاح ما طلب ما حبيته. وين الساعة؟ وين الساعة؟ الحين بيبونها. اقول لك صلاح هذا اقول ختلت في هالختله قبل ما ارقد قالوا ان تعذرها وختلت وحين يا صلاح يقول عيد قلت خاطري اعطيت له صلاح المنيو ترى صدقه. شوف انت ما شاء الله وحين بديت المسجات كل حد قال عيد كل حد قال عيد الا انت شو ترقى. يا رحيم بنحط لكم حياك العيد حياك يا حي نورك وملفاك ربي يعودك علينا آمين وكل حول نلقاك حياك العيد حياك حياك العيد. أي مكان بتسيرون وين بت سيد الفلاح؟ بس خلص بنياس الحين. من وقت اليوم صلاة خلصتوا؟ إيه شو زاغرنك في راسك أنت بعد؟ باكر عيد ايوه بكرة العيد بنعيد نذبح بقرة تسعيد بكرة العيد بنعيد نذبح بقرة تسعيد. صلاح هم الاول شي يقولون بكرة العيد بنعيد نذبح بقرة تسعيد عدس بوك صبه ايه ما يكون شوف
لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش أنت هالكذا عصبي حين؟ ترى صلاح تبى تصير بانكوك ولا ما تبى تصير بانكوك؟ بتبات مع إبراهيم توفيق. أنا بخلي شو اسمه أسيدي بات عندي. صلاة إبراهيم ناخر خر خر. بس مو زعلان. ها صلاح برأي يصير بلاد؟ تروح ما لا تتكلم لا تتكلم لا تتكلم ما يبغى تتكلم لا تيجي تقاطعه بس ما شيء مشكلة حبون بيصيروا صلاح؟ بس بلا بترقدون؟ ليش تبغين منهم؟ أي شو بتسوي من حين الساعة؟ شو بيزوجوا؟ شو تلبزور؟ إيه الله يحفظكم. فر صوروا الباحث في الحمام مال هذا مال شو اسمه هو؟ تعرفه مال السونة معرسونة. هذا الحمام مال بخار بخار ايه نفر وايد شو تخلي بيصورونك ما هذا هو قولهم لا ريا ريثي ريث حصا ولا حد يصورني صلاح قولهم لا تصوروني ايه يقول ممنوع 100 شو يقول مريم كبرها بتي عندنا حبيبي مريم كبرها بتي عندنا مدبي انت بتصير لها هي بتي وانت ورا بكره بتسافر تراك بكره اقول نروح شويه خالو خديه وخديه ما انت اقول خالو خديه يمكن محل حبيبي يمكن مسافرين لا يجوز لا 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 باكر هني عيد عدنا انت لا تصير دبي يوم بتي من بانكوك صار دبي زين مبين زين يوم بتي من صلاح في طيارتنا ورا بكره في الليل الساعه 9 لا ما بوايب بعد طير على هواك هو طيران الاتحاد يرشين لك سيارة خصوصي قالوا حق صلاح وبيخلوا يدزك على الربانة لين باب الطيارة وبيأسورك في البزنس كلاس وبيحطونك في الدراسة في كل مكان زين خبروا هناك بعد مطار في بانكوك بيقول لك حد يوديك تعالي انت تعالي من الحناية من الحناية تعالي قودي صلاح قودي صلاح انت خلي ودره ودره صلاح سب مع دواركا ليش تروي يم هاي دواركا سوا سوا بكره ما يودي هذا سوا سوا بدبي شو خليني مو اشتغل خلي ولي اشتغل بتروح زين يلا بتصير وياك باكر تبهد بيل ولا لكن لازم بيزات بلاش انا ما عندي شيء وش تستبون لا الحرام يتلعب بيزات بابا مو صلاة يلا برايكم بكره لازم انت يوم بتصير بتقول خالو بس بيتكم عفره لازم بتشل دواركم هذا ممنوع يدخل عند الحريم شو لازم دوارك حبيبي صلاح دوارك لازم هي بتصير وياك لا 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 بيتعب الجيلي ما شيء ممنوع مفتوح مفتوح الطريق فلبين انا بتصل به انا بتصل في رئيس بقول هاي يفتحون لك الحديده سكيورتي لا على الله تصير ما يروم تريدون قبل 10 أيام او اسبوعين اعلنت عن 6 عطورات 6 مضارب 6 مضارب جاي شيء منها بصندوق ابيض وشيء منهن بروحهن المعلبات 6 مضارب 6 المضارب كل واحد منهن اسمه هو قماش اسم لولو حجر كريم 6 المضارب بجميع اللهجات بجميع 6 الأسامي كان اسمهن معنات قماش معنات لولو لكن لكل اسم من هالأسامي كل مضرب قصدي محطوط عليه اسم قماش بلغة معينة بلغة روحها بلاد ثانية خبرتكم عنهن هاك اليوم قلت لكم 6 المضارب هاي اللي صناعة إماراتية وصلا إلى أرفف سلفرج حاليا موجودات معتمدا من المملكة المتحدة معناته منتج إماراتي وصل إلى العالمية فلذلك كلنا فخر واعتزاز بهال العطر كل واحد منهن ريحته تختلف عن الثانية شيء منهن عربي وشيء فرنسي وشيء مزيج بين العربي والفرنسي المهم
الخلاصة تقول إن ما واحد فيهن ريحته من الروائح المألوفة اللي ضارين نروحها في محلات العطورات اللي أصبحت حاليا الدنيا كلها متشابهة. الدنيا روائح عزمت كلها متشابهة، هذا لا، هذا ريحته مميزة ومفنودة. فلذلك نحن اعتمدناه، وأنا الراعي الرسمي لهذا الريح الرسمي الفنان اللي ماشي شراته ريح في الدنيا العودة. أنا قررت أني أكون أنا الراعي الرسمي له العطر. شو السبب؟ لأن عود سيجنتشر هو العطر اللي أنا أقدر أعتمده، لأنه شيء فوق عن الخيال مميز، واستوى الطلب عليه، وطلب ما شاء الله يتم طلبات زيادة على اللزوم تبارك الرحمن. يا غير قلت بذكر للي يبقى بعد يروم يطلب أونلاين، الضريبة عليهم والدفع عند التسليم والطلب أونلاين، ما يبال لا صدع ولا ديانة. حط لكم الموقع والتوصيل أبوي مجاني في حب الله. بالنسبة اللي يقولوا لي زين يبتلهم المكينة، المكينة عندي من العام هذه، وقبل عندي كذا دريل، عندي دريلات كل دريل مثل الورور أربعة أنفار ما يقبضونه. هي لكن المكينة هذه عطنيها خالد حرية زاه الله خير من العام من الشارجة، فركبنا لها راس جديد وسويناها راس وقير مكينة وقير، ركبنا لها إيداد هاتش الحكي حول 3000 يوم عدى حينه من يا رمضان ونستعملها العام رمضان بطولة استعملناها. اللي يتصلون يطرشوا المسجات يقول زين يبتلهم المكينة الحينة، لا المكينة نحن من العام نحن نستعملها. يا غير الضراب اليدوي آخر 10 دقائق لتيلد الهريسة تتقاود تغدي جملة وحدة تتقاود تتابع نضربها بالمضراب آخر 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. السلام عليكم. أنا بخير، أنت كيف حالك؟ بخير الحمد لله. مبارك عيدك مقدماً. لك من عوادة. مبارك العيد. العيد اللي خطف كم حصل؟ قول الصدق. حصلت وايد. كم؟ 3000. قول والله. والله. 3000؟ إيه. أنا بحياتي ما قبضت معه 3000. إيه لأن كان في وايد ناس. إنزين. سووا عزيمة كبيرة. انزين انت قبضت 3000 سويت بهن؟ سافرت. سافرت؟ ايه. ما اقول عنك شيء. من الحنة؟ الله يا الحنة ما زينة. تبارك الرحمن. شو اسمك؟ سلامة. سلامة سلامي ما زين لحنات. ما زين حنات يا سلامي. والله مليون مرحبا بأم محمد، يعني الله يبارك لك إن شاء الله ويعيدك إن شاء الله على هالأيام أيام عديدة ومديدة يا رب العالمين. كل سنة وكل حول إن شاء الله. عيوني فيكم عيوني. كان سلامي بتعزمني بأي؟ سلامي. يلا عزمي. عزميني؟ لا خليت منك. الله يسر الأمور.